سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد في قناتكم اف ام، ومعكم طارق اللي كيقوم بالوصف ديال العروض العقاريه المختلفه. اليوم كنتواجد في احدى العمارات ديال السكن الراقي والسكن الفاخر بواحد فينيسيون اللي هي ممتازه، فينيسيون اللي تنبغيو كاملين، في عماره اللي في كل طابق فيه فقط ثلاثه ديال الشقق. عندي برطمه هنا، برطمه هنا، ووحيده لهيا. كاين الدروج ديال السكور، كاين الدروج الاساسيين اللي هما هادو، نزيدكم هي كاين المسعد كما شفتوا، وكاين كذلك المرآب ديال السيارات كيتواجد في هاد العمارة. إذا سيداتي سادتي، غادي نقوم بالوصف ديال الشقة اللي اختارت لكم، اللي هي الشقة في الوسط اللي فيها مساحة إجمالية ديال 100 متر مربع. أما بالنسبة للمساحة ديال الأوراق ولا في التيتر فكتكون أقل شيئا ما. الشقة اللي كنصور لكم حاليا الثمن ديالها كيشهد واحد التخفيض، وتخفيض كبير. بالنسبة للطبق اللي متوفر كاين فقط الطبق الأول والطبق الثاني. أما بالنسبة للطبق الثالث والرابع فقد تم البيع ديالهم، لذلك قمت بالصور ديالها لربما تكون من زهر ولا تكون المكتب ديال أحد المشاهدين الأعزاء. الثمن ديال هذا العقار اليوم أصبح ب 50,500,000 درهم، ولربما يكون هناك شيء ما من النقاش ومن التفاوض مع صاحب هذا العقار. باش نعرفوا الفصاله بعدا، اول حاجه دابا حنا عرفنا الثمن ديال هذا العقار اليوم اللي غادي نقدم لكم، الثمن ديالو هو 50 مليون. الفصاله ديالو كيفاش جات؟ الباب ديال لونطري هي هذه، وباب اللي عندنا راه باب بلاندي. شنو كنسميوها باب بلاندي؟ هي هذه الباب المقاومين للكسر. عندنا السده الاولى، الثانيه هي هذه، وعاد عندنا كتسد من هذه الجوانب الاخرى ديالها اللي هما هادو. الفصالة ديالها كيفاش جات؟ حنا داخلين نغلقو الباب باش تبان لينا، كنلقاو على هاد الجهة هادي عندنا ها هو الصالون، وعلى وتفرقوا لينا الغرف على الواجهة ديال العمارة. هذا هو الحاجة اللي زوينة عندنا في هاد العقار اليوم، هي لافاساد ولا الوجه ديال هاد الشقة كله كيطلق على الشارع. اليوم كما قلت كنتواجد بكم بمدينة مكناس، ومن مدينة مكناس كنقدم لكم التحية والسلام أعزائي المشاهدين داخل وخارج المغرب. ما ننساش الناس اللي كيقتنوا خارج أراضي الوطن، كنقول لكم شكرا بزاف على المشاهدة ديالكم، شكرا بزاف على الوفاء ديالكم وعلى التفاعل ديالكم مع طريق في قناة ديال أفعال. اليوم كنتواجد بمدينة مكناس، أو بالضبط بالضبط الحيفي، كنتواجد على مقربة من شارع محمد السادس، واحد من اكبر الشوارع. وانا نقدر نقول لكم معلومه، اللي نقدر نقول لكم هي الشارع ديال محمد السادس لربما ستتم اعاده الهيكله ديالو، غادي يولي بحالو بحال شارع الجيش الملكي، بحالو بحال شارع بيرانزارم في مدينه مكناس. هذه غادي يولي من الشوارع الرئيسي والشوارع الكبار. باش تاخذ شقه بهذا الثمن وقريبه لهذا الشارع، ما كنظنش ان كنلقاوهم في مواقع اللي مواقع اخرى غير وبعيده على المواصلات، بعيده مثلا على المرافق، وبنفس الثمن. وكما قلت وكلها كتشوف على الزنقه، كلها كتشوف على الشارع اللي برا. عندنا اليوم هذه الغرفه رقم واحد، الغرفه رقم واحد تعمدت انني نصور لكم الارضيه هي الاولى باش تشوفوا الارض راه فاش كتشوفها للوهله الاولى كتظن بانك راه كتمشى على الخشب. ما عندها هذيك الايحاءات كما كنقول عليها، هذيك الايحاءات الخشبيه. بالنسبه للصبغه، صبغه بالصبغه ديال البلاتينيا. هضرنا على المدينه، قلنا باننا حنا كنتواجدوا دابا بمدينه مكناس، والحي على مقربه من شارع محمد السادس في اتجاه الحي ديال كاميليا. نقدر نقول لكم انتم اعزائي المشاهدين اللي كتشوفوني دابا، اذا كان عندكم شي عقار وبغيتوا تحطوه في البيع، فانا رهن الخدمه ورهن الاشاره ديالكم. كانت عندكم مثلا شي ارض في ناحيه، ولا مثلا شي ارض اللي مثلا قابله للبناء، مثلا شي فيلا قديمه وغادي تري، باش راه ممكن اتصال التواصل معي من اجل العمل على البيع، كذلك فيلا ولا برجل. نكمل الجوله ديالي. عندي الحمام والدوش والطواليت هادو، ما هما رقم واحد لان مازال كاين دوش وطواليت وحدين اخرين في قلب الغرفه ديال النوم. الغرفه ديال النوم راه فيها الحمام ديالها والدوش ديالها والطواليت ديالها. ندورو كنلقاو عندنا هنا المطبخ، المطبخ باللون الابيض الملكي اللي كنفضلوه كاملين.
اللي كاين واحد التناسق وتناغم كبير في هذا المطبخ هذا ما بين الارضيه ديالو وما بين لي بلاكار ديالو وكذلك الاجهزه كما كتشوفوا معايا. بالنسبه لهذا العقار عاطين فيه الاجهزه ديالو، مثلا عندنا لا بلاك لاو والفرن، وتا بالنسبه لهاد لافمان داروه صغير باش ما يشدلكش المساحه كامله ديال هاد البوطاجي هذا، الا كان كبير راه كيدير. ودين بلاصه ديال حتى البلاصه ديال الثلاجه كاينه. هضرنا على الثمن، قلنا الثمن ديال 50 مليون. بالنسبه للمساحه، مساحه تقريبا فيها 100 متر مربع كاجمال اجماليه، وكاين فقط يلاه جوج ديال الشقق اللي بقاو، كاينه وحده في الطابق الاول وكاينه وحده اخرى في الطابق الثاني. وكنتحدث معكم من هنا من عماره، هذه العماره هذه فيها شقق اخرين بمساحات اللي مختلفين، كاينه مساحه اخرى اللي كبر من هذه شي كلمه وباثمنه اللي تقريبا كيلعبوا في نفس الثمن. لكن بالنسبه لهاد العرض هذا ما قلت انا بقات فيه يلاه جوج ديال الشقق اللي بقاو فيه. هذه الغرفه ديال الوالدين فيها بالكون ديالها بلاكار وفيها الحمام ديالها والدوش ديالها اللي هو هذا البيت ديالهم، كاين دوش كاين لافابو. كنتمنى يعجبكم هذا العرض اللي قدمت لكم، راه غادي نقوم بالوصف كذلك ديال العقارات اللي حداها ديال الشقق اللي حداها، فما عليكم الا المتابعه ديال قناتكم افان. راه غادي نقوم كذلك بالوصف ديال هذا العقار حتى هو بمساحه اللي هي مختلفه، فيه ثلاثه ديال الشقق ديال الغرف. غادي نقوم في حلقه مقبله ان شاء الله عما قريب بالوصف ديالو. كنقول لكم اعزائي المشاهدين ما تنساونيش بضغط زر ديال الاعجاب والاشتراك في قناتكم افان. دمتم في رعاية الله وإلى عقار مقبل إن شاء الله عما قريب.